نمسك الطبق بتاع الشتلات، بنلاقي الشتله كده جميله والمواصفات زي ما احنا قلنا عنها في الفقره اللي فاتت، مع اخصائي زراعه شتلات، والورقه خضراء والعود مستقيم وجميل ومفيش اي امراض، وبنرفع كده يعني الشتله بتاعتنا بنلاقي الجذور بيضه ومفيش اي عفان جذور، ونروح نشتغل بيها في الارض ونتبع كل التعليمات، نكتشف بعد كده ان المواصفات مش جيده وانها مش الانتاجيه مش عاليه وان الشتلات دي فيها مشاكل ونموها مش طبيعي. بالظبط كده. خلينا نعرف بقى منك سر الايه يعني المهنه بقى زي ما بيقولوا كده. هو حضرتك اصحاب المشاتل برضو بيعتمد على ان الفلاح المصري بيشتغل كل حاجه بعينه، يعني بيبص على شتله ويحكم عليها من النمو الخضري اللي موجود قدامه والجوده بالشكل. احيانا اصحاب المشاتل في حاجه اسمها مثبت عشان يطلع شتله حلوه عود قوي وشكله رائع، بحط حاجه اسمها كولتار بعد في نص العمر كده او بعد ما يوصل مستوى معين بثبت، فبيبدا مفيش نمو خضري، النمو كله بقى والغذاء كله بيبقى في مواصفات الساق. الساق يبقى جيد جدا قوي جدا، تلمس البتاع دي تلاقيها بتتحرك كده تعمل سوسته كده كانها حاجه جيده جدا. يعني الكولتار النهارده هو احد اشكال الغش التجاري. لا هي مش هنسميها غش، هي تثبيت، يطلع مواصفات وهميه شكلا لكن المضمون تعبان. وبعد كده انا ما كنتش احب اذكر الاسم يعني. لا لا هو لا ده انا مبسوط، ده اللي لا انا مبسوط انا مبسوط انا مبسوط يعني انا هدفي في الحلقه هو الاساسي ان الفلاح ده يستفيد. بيستخدمه في مش مكان، هو المفروض يستخدمه مش في المكان ده خالص. يعني الكولتان ده اصلا له شغل تاني الشركه عارفاه، انما هم بياخدوه عشان يثبت شكل. افرض ممكن اخده اثبت بيه لو انا لسه قدامي فتره طويله قوي والنبات هيسرح مني. لا لكن هو في المواعيد المظبوطه بحطه ويرش بيه، ساعه لما يرش بيه بيوقف النمو الخضري ويبدا الساق نفسه يمتلئ ويبقى شكله جميل جدا. الفلاح بتاعنا يروح يبص ولما ياخده يقول لك الله على الشكله ما شاء الله. يحطه ياخد بقى اللي مش معامل زي ده وشكله وحش مش عاجبه، يبقى مضطر ياخد مثلا نص الفدان مثلا من ده والنص من ده، يفاجئ ان اللي كان شكله جميل قوي هو اللي بيدي انتاجيه ضعيفه. مش سيبك من الانتاج، بيقعد حوالي شهر او 20 يوم ما بيتحركش. والتاني اللي كان شكله وحش ده هو اللي هو ده اللي شكله وحش ده اللي بيمشي في وشه على طول، النمو بتاعه في تصاعد. طيب هو المفروض يعمل حاجه، يعني انا لو غلطت الغلطه او لو انا عملت القصه دي لو ثبت لازم اعمل حاجه اسمها فك طور السكون. كسرات السكون. كسر طور السكون اللي هو استخدم اي منظمه نمو زي البرليكس او كده. لو انا كنت مزود جرعه التثبيت كولتار اعمل افك مرتين، لو مش زايده لو في المسموح مره واحده بتكفي. لو ما عملتش دي بيحصل زي ما بقول لك انا في الغيط المستديم في الارض المستديمه بيحصل مشكله ان هو النبات ما بيمشيش الا بعد ما ياخد غلبه وياخد مجهود ومفيش نموات فتره طويله. يعني اذا اعزائنا المشاهدين اخذنا شتله ورحنا بيها الغيط حطيناها ما اشتغلتش، نعرف انها كده اخذت الكولتان ده الكولتار. الكولتار اخذت الكولتار. الكولتار هو عباره عن مثبت او بيدخل النبات بتاعنا في طور من اطوار ان هو يوقف النمو. النمو لما بيقف في النموات الخضريه او في الاوراق اللي بيحصل ان النمو كله والامتلاء بيحصل في الساق، فانت بتشوف قدامك مواصفات شتله بيرفكت ممتازه، تيجي تحطها في الغيط ما تنموش يعني وما بتشتغلش. الحل بتاعنا النهارده زي ما الباشمهندس بيقول محمد مقدام، هناخد الشتله بتاعتنا بعد ما نزرعها لو حسينا انها النمو بتاعها واقف مش مظبوطه، نعرف على طول ان احنا وقعنا في الخدعه. طب الخدعه دي نفكها ازاي؟ على طول عندنا البرليكس، نبتدي نرش البرليكس مره فكت معانا وابتدت يعني الشتله بتاعتنا ابتدت تنمو وتزدهر تمام، ما فكتش معانا يبقى كمان واحده برليكس لكمان مره يعني مرتين، خلاص كده النبات بتاعنا هيبتدي يشتغل يعني وهيبقى كويس مفيش اي مشاكل. يعني ويكون برضو يعني حسن قال كلمه مهمه جدا، مهمه قوي ان انا لما اروح اشتري الشتله اشتريها من مصدر موثوق فيه. لان النهارده اذا كان حسن يعني من احد الناس اللي احنا بنثق فيهم وجينا سجلنا عنده، في ناس تانية ما نقدرش نثق فيها الثقه العمياء ديت، هتروح عندهم هتلاقي شتلات في منتهى الروعه في منتهى الجمال، هتيجي تحطها في الارض مش شغاله، المواصفات وهميه كلها نتيجه لان هو حاطط المثبت ده. واحنا كده فهمناكم القصه ممكن نحلها ازاي. انا سعيد جدا برضو باسرار المهنه اللي اتمنى ان اسمع كمان واحد منها النهارده. اتفضل. يعني لا من عندك انت في حاجه تانية ان انت ممكن
على غرار الثقه يعني. موضوع الثقه ده مهم جدا في شغل الزراعه وفي الامانه. انا ممكن الشتله دي انت وهي شتله ما تعرفهاش اكسار ولا هجين. مهم ودي قالها حسن. بس ما بتعرفهاش الا لما تطلع في الغير. لما تجمع. بيكون سلوك النبات غير سلوك الهجين. النمو بتاعه زياده، الثمرات ما فيهاش بذور، فيها مشاكل. الـ 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 الاهم من ده كله انه كمان اسلوب التسميد من الاول. انا ممكن برضو تبقى الشتله شكلها حلو والجذور مش تمام، فلازم المزارع ياخد يقلع زي ما عمل لك حسن كده، يخلع ويشوف شبكه الجذور عامله ايه. عشان شبكه الجذور تبقى كويسه لازم اعمل مع الخلطه مبيد كويس جدا للعفن، واعمل معاه برضو حاجات زي مثلا اللي هي بتحافظ على الميه او تظبط الميه مع الجذور، اللي هو مثلا نوع من انواع ال الهيوميك. الهيوميك اسيد. الهيوميك اسيد. الهيوميك اسيد في انواع كتير. انا شخصيا بشتغل مع بصنف اسمه انفهيما. انفهيما بتاع شركه فارما. ممتاز. ده كويس جدا. بتعمل بخلطه على شويه حديد على شويه حاجات، بتعمل جذور ممتازه وبتخلي النمو، ما بتخليش فيه نقص عناصر، ما فيش اصفرار في القمه الناميه بتاعت النبات. طب خلينا بقى يعني نوجه كلام دلوقتي للناس اللي بتزرع الشتلات، يعني هم الخلطه بتاعتهم هم عارفينها بيخلطوا بيها ايه، لكن خلينا احنا نوصيهم بالمواد او بمضادات الفطريات او بالمغذيات اللي حضرتك شايفها ضروريه. اسمعوا من الباشمهندس محمد المقداد، قد تستفيدوا وقد لا تستفيدوا، لكن خلينا نسمع هو عايز ينصح بايه، ايه اللي المفروض يتحط في التخميره بتاعه الاول تنتقي نوع كويس من البيتمس. لان انواع البيتمس برضو في اللي جيد وفي اللي مش جيد، في اللي نقي وفي اللي مش نقي. جميل. في اللي البي اتش بتاعه مرتفع وفي البي اتش بتاعه منخفض. كويس. برضه البيتموس اللي انا اروح الاقيه عوامل التعريه اشتغلت عليه وبقاله ست اشهر ولا مش عارف ايه والمطر نازل عليه، واخد بالك؟ ده بيحصل فيه ان البي اتش بيعلى. لما باجي ازرع عليه بيعمل لي مشاكل، ما بيعمليش جذور كويسه. صحيح. ممكن يحرق لي الجذور. البي اتش بيعلى. في حاجه برضه بتكلم عن بيئه خلويه كده صح؟ ايوه طبعا. في حاجه تانية اسمها الفيرموكلايت. الفيرموكلايت ده مهم جدا. صاحب المشتل لو راح لقى الفيرموكلايت ده تقيل وعامل زي التربه كده ما ياخدوش. ايه بقى الفيرموكلايت ده؟ الفيرموكلايت ده حاجه مستخلصه كده من الاحجار، من مستخلصات من الجبال يعني. بيكون بيصنعوه، بيجيبوا ماده ويصنعوه في افران ويسخنوا عليه وكده. في ناس بيكون نسبة التربة فيها عالية، بتكون تلاقي الشكارة تقيلة كده. الشكارة التقيلة دي بتعمل لك مشكلة، ممكن تاكل خصوصا لو كان البرد شديد أو الحر شديد. فالمفروض إن الفرموكلات ده يكون خفيف عشان ما يعملكش مشكلة ياكل لك. مثلا أنا أعرف واحد حصل عنده دروب من الفرموكلايت خسر فيه أكثر من 200,000 جنيه. ليه؟ لأنه كان تقيل والبذرة ما طلعتش. حطت. يعني اذا النهارده كمان الفيرموكلايد لازم يكون الفيرموكلايد ده مهم جدا انه يبقى حاجه خفيفه مش حاجه تقيله. ودي ساعات بيقع فيها اصحاب المشاتل وبتبقى برضه الانبات يبقى ضعيف بسبب القصه دي ويرجع يرمي على شركه البذور او على صاحب اللي بيبيع بذره. مع انه برضه في مسؤوليات على اللي بيبيع بذره وعلى بس دي لما بتبقى انت متعامل مع شركه محترمه، لما بترجع على نسبه الانبات قليله وهو بيبقى عارف ان عنده لط مش كويس او تجربه او الشكوى بتبقى عامه بيبدا يعوضك. طيب يعني بخبرتك برضه نسبه الفائد. مفهوم مفهوم. طيب برضه حضرتك برضه بخبرتك في هذا المجال وانت بتشتغل بايدك في مجال تجاره المواد الزراعيه واكيد بتبيع بذور وبتبيع بذور، يعني خلينا نعرف ازاي انا كمزارع اعرف الفرق بين بذره الاكسار وبين بذره الهجين. صح صح. مش ممكن شبه بعض. طب هل في عقوبات معينه بتضمن؟ لا بس هو لا بس هو اللي بيحصل ايه؟ انت ما هو الناس كلها عارفه فلان وكيل شركه كذا بتدي فلان موزع، مش عارف شركه ايه بتدي. انت خد من اول ايد او تاني ايد، ما تروحش اي حد ماشي ببذره في الشارع بيقول لك انا معايا بذره كذا، والله انا معايا بذره انا معايا بذره نيل، وانا معايا بذره طماطم اربعه، معايا بذره كذا. مش كل واحد بيعدي يبيع بذور تاخد منه. انت لازم تتحرى انه ده موزع لشركه كذا اللي هي منها البذره دي، اخد منه وانا مطمن. حتى لو حصل فيها دروب في الانبات او حصل مشكله في المواصفات، الشركات الكبيره دي بتتحمل مسؤولياتها وبتبقى قد المسؤوليه.
يعني اكيد لو في كارثه يعني زي ما بيقولوا كده بالعربي ليها اهل يترد عليهم بالظبط. لو في شكوى عامه بس مش اي شكوى، مش واحد بقى عنده الارض بتاعته مثلا ميتها وحشه او فيها مشكله او زرع اكتر من 5 6 سنين او 10 سنين مثلا خضار بنفس النوع، ما ده دي من الاخطاء اللي بيقع فيها المزارع. مظبوط مظبوط. ان هو ما بيعملش دوره في غيطه. مظبوط. ما بيبدلش. وبعدين لو بدل يبدل طماطم ببتنجان، طب ما هي عيله بذنجانيه حاجه واحده. صحيح. او فلفل او بطاطس. يعني برضه باشمهندس النهارده يعني فتح موضوع مهم جدا انا عايز اطرحه عليكم وعايزكم برضه تركزوا معايا فيه. ما هي اهميه تطبيق الدوره الزراعيه بشكل بمفهومها الكبير او حتى بمفهومها في داخل الحقل؟ اللي بيحصل حضراتكم كل نوع من انواع الخضروات او الفواكه او الاشجار او الزراعه مرتبط على طول بمجموعه من يعني هو عائل لمجموعه من الحشرات والافات والامراض. بمعنى يعني دايما بنشوف مثلا القمح مرتبط على طول بالزمير، بنشوف مش عارف نوع كذا مرتبط بكذا، كل نبات بيطلع له على طول عصبه الضاره بتاعته قصاده. انا النهارده لما بكون بزرع حاجه معينه اكتر من مره، بالتالي انا هخلي العشب الضار او الافه او المرض يستوطن ويقوى ويطلع جيل ورا جيل، واحنا عارفين ان كل ما بتتكاثر الاجيال كل ما المناعه بتزيد وكل ما المرض بيبقى قوي. اذا الارض اللي انا بزرع فيها نفس الخضار اكتر من مره، يعني مثلا هنقول ان احنا النهارده بنزرع طماطم ورا منها بدنجان، يبقى دي نفس العيله. اذا حضرتك كده هتعاني من مشاكل مثلا مع العنكبوت الاحمر. العنكبوت الاحمر لما هتزرع الطماطم اول مره وتيجي تزرع مره ثانيه حاجه ثانيه خالص، يبقى انا كده خلصت من مشكله العنكبوت خلاص. انما اذا زرعت طماطم ورا منها بدنجان، يبقى العنكبوت بتاع البدنجان قاعد معايا للطماطم والطماطم مكمل معايا. رشيته اول مره بالمبيد الفلاني عمل مناعه منه، فاصبح النهارده وانا بقاومه بعد ما زرعت الطماطم وقلعتها وبزرعت البدنجان وانا باجي اقاومه، هو لا هو وانا بزرع بدنجان هو واخد مناعه بقى، ما انا قاومته قبل كده واخد جرعات قبل كده. عشان كده دايما بتقول تطبيق الدوره الزراعيه موضوع مهم جدا حتى لا تستوطن الاعشاب الضاره والافات والامراض في الارض الزراعيه، وبعد كده نيجي نشيل المرض من الارض نتعب ونبذل مجهود ونصرف فلوس كتير جدا. صح كده؟ تمام. يعني لازم نقلب دايما. زائد ان كمان من فوائد الدوره الزراعيه، من فوائد الدوره الزراعيه انه العناصر، كل نبات له عناصر معينه بياخدها من بياخدها من التربه، وفي النبات تاني بياخد عناصر تانيه. فلما بدور الدوره الزراعيه العنصر اللي بياخده النبات ده خده، لما بزرع صنف تاني بيتجدد، فلما اجي ازرعه تاني بيلاقي نفس العناصر التانيه اتجددت وبقت كويسه. يعني لكن حضرتك لفتت النظر. لكن كمان انا لو بزرع صنف واحد على طول او عيله واحده النبات بياخد كل نفس العناصر وانا ما بقدرش اعوضها، لان في حاجات طبيعيه في الارض. جميل. بتنتهي. الباشمهندس دلوقتي محمد يعني ايه لفت النظر لحاجه مهمه جدا، كون ان انا ازرع الحاجه مرتين ثلاثه كل نبات بياخد عنصر بشكل مركز، يعني في نباتات بتسحب الكالسيوم من الارض، في نباتات بتسحب البوتاسيوم من الارض، لما ازرعها مرتين ثلاثه يبقى انا هفضي الارض خالص من البوتاسيوم. انا بقى عايز كمان انوه وازود على المعلومه حاجه ثانيه. انا لما بطبق الدوره الزراعيه يفترض فيها وانا براعي وانا بغير الدوره ديت اراعي يعني طول الجذر ممتد لحد قد ايه؟ لما اكون انا مثلا بزرع حاجه الجذر بتاعها ممتد لتحت، ده معناه ان انا هبتدي اسحب الطبقه من المغذيات من الطبقه السفلى من التربه. المفروض بعديها على طول ازرع حاجه الجذر بتاعها قصير وهيطلع فوق عشان اسحب غذاء من فوق. اسحب من فوق مره ومن تحت مره، مره حاجه جذرها بيسحب، حاجه جذرها قصير بيسحب من فوق من على وش التربه المواد الغذائيه، ومره حاجه جذرها ممتد لتحت شويه يسحب المواد الغذائيه من تحت. كده يحصل نوع من انواع الايه؟ التجدد دايما للتربه. انما لما ازرع على طول حاجه جذرها طويل يبقى انا عمال بفضي المنطقه السفلى من التربه والمغذيات فوق الوش، والاقي عندي مشاكل في التغذيه والنبات عمال يصفر ويبقع وانا مش عارف ليه؟ لان حضرتك عمال تزرع حاجات جذرها، فدايما لما باجي ازرع حاجه ورا بعض دايما براعي كمان ان اطوال الجذور تكون مختلفه. عندي بعض الزراعات زي الفول مثلا بتتكون عليها العقد البكتيريه المفيده للتربه، يفترض ان انا استفيد من ده يعني بين زرعه والتانيه. يعني هي ده تطبيق الدوره بقى، يعني نبتدي بقى نركز شويه في موضوع تطبيق الدوره الزراعيه، نبطل بقى نفكر بالاسلوب اللي هو ايه؟ المكسب السريع. الطماطم كسبت يبقى انا لازم ازرع الطماطم.